بتعمل ايه يا مجنون؟ بتعمل ايه؟ عيالي ولادي هاتولي اتنين بيحبوا بعض بيتجوزوا. ادفع 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 ادفع. اهلا بكم. تعالوا نشوف الجريمه البشعه اللي حصلت في طنطا محافظه الغربيه. شيماء وعمر الاتنين متجوزين عن بعض بحب، متجوزين بعض حب، مش هقول لكم مثلا جواز صالونات ولا جواز غصبانيه، لا، شيماء موافقه تتجوز عمر، وعمر بيحب شيماء. وقلت اجمل شيء لما يكونوا اتنين بيحبوا بعض وربنا يكرمه هما الاتنين ويتجوزوا. ده موضوع صعب جدا ما يحصلش والله. هتقولي اتنين بيحبوا بعض بيتجوزوا، لا يمكن، لا اسباب ماديه، لا اسباب ثقافيه، ممكن اختلاف الثقافات، هي مثلا معها دكتوراه ولا معها بكالوريوس وهو معها متوسط، لازم تحصل مشاكل. ده من الاتنين اللي بيحبوا بعض غالبا العائق اللي امامه هو عائق مادي، لا قادر يجيب شقه ولا عنده وظيفه ولا عنده امكانيات، والعروسه تقول لك طب انا هتجوزك ازاي ونعيش ازاي وناكل ونشرب منين، وابوها وامها ليهم حق فعلا يدافعوا عن بنتهم. يا ابن الحب ما بيفتحش بيت، يا ابن الحب ما بيصرفش، يا ابن الحب ما بيوكلش ويشبع. الحب شيء جميل بس معاه لازم شويه حاجات. المال اهم حاجه رقم واحد، المال، لان المال هتقدر تجيب شقه وتقدر تشبك وتجهز وتجيب، ده هو ده اساسيات اي حاجه، المال. طيب لكن ايه، شيماء وعمر اتجوزوا بعض عن حب والعلاقه بينهم علاقه كويسه، واحنا قلنا ربنا شرع الزواج وقال ان العلاقه بين الزوج والزوج علاقه موده وحب وحسن عشره، لازم كده، ما ينفعش يعني تخيلوا اتنين بيكرهوا بعض يعيشوا مع بعض ازاي. لكن لما يكونوا بيحبوا بعض هو مره يتنازل وهي مره تتنازل والامور تمشي. لكن لما يكونوا اتنين بيكرهين بعض، انت عارف المثل اللي بيقول حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، بتبقى الزوجه واقفه لجوزها كده مستنياه في اي هفوه عشان تمسكها عليه، وهو بيبقى يقول لها ايه صباح الخير، لو ردت بصوت واطي يقول لها ما تردش ليه، بيعمل عشان يعمل اي مشكله زي ما قال لك بالظبط، وكمان بترد وتقول صباح الخير، بيقفوا البعض على الواحد. طب ايه اللي حصل بقى في طنطا الغربيه؟ شيماء وعمر متجوزين عن حب وبينهم اولاد والامور زي الفل، واحنا قلنا الزوجه عاده فيها وحشه جدا، طول ما الزوج مكفيها ماديا تبقى كويسة، وأول ما تواجهه شوية مشاكل اقتصادية في الماديات ما تتفكرش غير الوحشة. المرأة وإن طالت عشرتها والزوجة وإن طالت عشرتها ما فيش فايدة، ما بيتفكروش غير السيئة أبدا. أتحداك وأتحدى أي حد من المشاهدين يقول لي في وقت خناق ولا في وقت زعل الزوجة افتكرت لك حاجة حلوة، لازم تتفكر لك الوحش. وحتى لو في وقت السفر، يعني خليكم انتوا الاتنين مصالحين ورحتوا تزوروا اصحابكم ولا تزوروا ابوها ولا امها ولا حماك ولا حماتك وجت السير، ما تتفكر لكش حاجه حلوه ابدا، دايما تتفكر السيئه على طول، تنسى اي حاجه كويسه مش في دماغها، السلبي بس والوحش بس هو اللي بيتركز في الذاكره. عادتها الزوجه المصريه دايما تتذكر الوحشه ما تتذكرش الحلوه ابدا. فالمهم بيتخانقوا مع بعض، انا عايز هات لي للعيال كذا وانا عايزه كذا، قال لي ما فيش فلوس، ما انت عارف السوق واقف والحال صعب والامور متأزمه، انا ماليش فيه. لما انت مش قد الجواز بتتجوز ليه؟ لما انت مش قد الخلفه بتخلف ليه؟ لما انت مش عايز تعلم ولادك بتدخلهم مدارس ليه؟ لو انت مش قد الدروس الخصوصيه بتجيب لهم مدرسين ليه؟ ادفع 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 على طول، مش تاخد بيده وتقول له طب ربنا يرزقك برزقنا، طب انزل يمكن ربنا يرزقك بواحد يكون لي مصلحه تعملها له يديك فلوس، طب انزل شوف واحد صاحبك ممكن يكرمك ويكون معاك في قرشين فايضين تاخدهم تفك زنجه، هو ده المفروض الزوجه تعمل كده، تطبطب على جوزها والله العظيم ربنا هيفركها عليه، انا حاسه بكده، ربنا ما بينساش حد والله العظيم عشان خاطر العيال دي وعشان مدارسهم وعشان مصاريفهم ربنا هيرزقك، انزل بس وقول يا رب وانا هدعي لك. ويصحى الصبح كده تلاقيها بتقول له والله العظيم انا حاسه النهارده يوم حلو، انا دعيت ربنا في الفجر وفي الصبح كده قلت يا رب ارزق جوزي واديله الصحه وخليه يبقى قادر على مصاريفنا ومصاريف عياله، يا رب انت العالم بيه، يا رب اديله الصحه، يا رب ارزقه برزقنا، يا رب ارزقه في صحته، يا رب يزوج. هو ده الكلام اللي يفتح النفس على الصبح، مش اول ما يقوم الصبح، ما تنساش تسيب فلوس الخضار، ما تنساش العيال عايزين فلوس المدرسه. الراجل بيبقى هي بتبقى عارفه انه معهوش، طب لما انت عارفه انه معهوش الضرب في الميت حرام يا شيخ. الراجل ما دام معهوش الزوجه لما تطلب منه اكنها بتقطع فيه بسكينه، بتحسسه بعجزه، بتحسسه ان هو مقصر، بتحسسه ان هو مش مكفي بيته، بتحسسه ان هو يا دوبك يعني في البيت بركه. فالزوج طبعا غلب قال لها يا شيماء انت عارفه ظروفي، انا بقول لك اصبري عليا، حاولي ان انت توفقي وضعي كده والعيال وصبريهم، انا هضرب الارض اطلع بطيخ، اصبري عليا. ما اصبرش وراحت متهماه قالت له هو انت فاكر نفسك راجل؟ يخيبك راجل من دون الرجال. تخيل بقى الزوج قايم على الصبح بيقول يا رب
ارزقني برزق عيالي، وواحدة بتقول لجوزها انت فاكر نفسك راجل، يقطعك راجل من دون الرجال. كلمة على الصبح الزوج ما فاش بنفسه وردب دب 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 نزل فيها ضرب، راحت قالت له انت عامل راجل عليا، لما انت راجل كده وبتمد ايدك عليا، مد ايدك وطلع فلوس لعيالك، مد ايدك وطلع فلوس ليا، مد ايدك وهات الخضار اللي هنوكل العيال، مد ايدك وفلوس الدروس، انت راجل عليا بالضرب، اخص عليك راجل وسخ. سمع الكلمه دي راح جري على المطبخ، كان جايب بنزين وتنر، راح وهي على الارض دب 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 كب عليها التنر، بتعمل ايه يا مجنون؟ بتعمل ايه؟ عيالي ولادي حرام عليك، عيشة السنين، ما تقتلنيش، ما تموتنيش، ما تحرقنيش، والله بهزر معاك. طب خلاص اخر مره اخر مره. شيماء فضلت تستنجد، عمر كان خلاص جاب اخره لما قالت له اخص عليك راجل من دون الرجاله، ولما قالت له انت فاكر نفسك راجل. اصعب شيء على الزوج لما مراته تطعنه في رجولته، لما تقول له انت مش راجل، انت فاكر نفسك راجل. كلمه اصعب حاجه على الراجل لما تطعنه في رجولته، زي بالظبط الست. اصعب حاجه الست لما جوزها يبص لها يقول لها مالك كده، لا شايفك راجل ولا شايفك ست وحالتك بؤس، انت كده بتضربها في انوثتها، بتطعنها اكتر من سكينه. في حاجات لازم الراجل يعرفها، لما يقولها لمراته بينسف العلاقه بينه وبينها نهائيا، وفي كلمات الزوجه لما تقولها لزوجها بتقتله نهائي، لما تقول له انت فاكر نفسك راجل، كلمه قاسيه جدا. لما تقول له يخص عليك راجل من دون الرجاله، كلمه مش ممكن تقولها زوجه محترمه لجوزها. الزوج خرج، خلت الراجل خرج عن شعوره، جري على المطبخ جاب الطنر وكبه عليها وفضلت تستنجد بيه وتقول له حرام عليك، اشوف ولادي اشوف ولادي اشوف ولادي، وهو ما رضيش وراح مولع فيها الكبريت ومولع فيها. فضل واقف وهي بتجري في الشقه بتستنجد، مش لاقي حد واقف باب الشقه لغايه ما اتفحمت قدام. وفي الاخر اتصل بالشرطه قال لهم انا قتلت مراتي. جت الشرطه لقيت جثه عباره عن شويه رماد مفيش غير العظم، نتيجه ان هو فضل واقف وسطها لغايه ما اتصفت. هنا بقى نقدر نقول قدام القضاء ان الزوج اخرجت الزوج عن شعوره؟ مفيش الكلام ده، ده اسمه قتل مع سبق لصار ودرس. اولا ضربها وقعت على الارض، جرى على المطبخ جاب الطنر رشوا عليها ولع فيها، يعني كان مصمم على ارتكاب الجريمه. مفيش بقى حته ان هي استفزته، طعنته في رجلته، عايرته، قالت له انت مش راجل، انت فاكر لك فاكر نفسك ان انت بني ادم، اصرف على بيتك، كفي بيتك، لما تكون راجل ومكفي بيتك بتكلم. الكلام ده كله لا ينظر له القضاء خالص. احنا بنتكلم على البشاعه، ان واحد يولع في مراته النار ويقعد يتفرج عليها لغايه ما تصفى، ده نظام الحيوانات ما تعملش كده. مهما تكن ياخد ضربها وسيبها، ياخد كسرها وسيبها، ياخد طلقها وسيبها، لكن تفحمها اصعب. يا جماعه ربنا يختص بنفسه بحاجه، العذاب بالنار، ربنا بس هو اللي يعذب بالنار فقط. حتى لما حب يعملها في سيدنا ابراهيم ويولع فيه النار، ربنا خلى النار برد وسلام. الوحيد بس اللي يقدر يعذب بالنار هو ربنا، ربنا بس اللي يعذب بالنار. عارفين العلم الحديث اثبت ان اقصى عذاب بيتعذبه الانسان في حاجتين، الحريق والست في الولاده، لما تكون ولاده طبيعيه. طبعا الستات دلوقتي كله بيقولوا القيصري ما بيحسوش بتعب الولاده. اصعب حاجتين في الدنيا عذاب، العلم اثبت كده، عذاب الحريق اقصى عذاب، وعذاب الولاده بالنسبه للست. فبالتالي ربنا اختص نفسه بس انه بيعذب بالنار. فاللي عمله عمر ان هو عذب واحده بالنار، يعني انت خدت حاجه ربنا اختص نفسه بها بالعذاب وانت وعملتها لنفسك، يعني انت ارتكبت مصايب. تتفرج على يا اخي كل الستات لسانها طويل، كلهم في تجاوزات اتجاه الزوج، وكلهم احيانا بيشتموا ويسبوا، لكن طلعها يا اخي، تسريح بمعروف، ابعت هات اهلها يا اخي، اخبطها قلمين اسورها يا اخي، اغسل لها دراع ولا رجل، هتعمل لك تقرير طبي واخرها 6 اشهر. لكن انت دلوقتي قتل مع سبق لصار وطاس، ممكن تاخد اعدام. ما فكرتش في اولادك اللي بره في المدارس، ما فكرتش في اولادك مين هيربيهم، الام ماتت اتفحمت، وانت هتاخد اعدام ولا تأبيد؟ مين هياخد باله من الاولاد؟ مين هيشوف الاولاد؟ راح الاولاد، ما فكرتش فيهم؟ احيانا في واحد قال لك ايه، الواحد بيجي فيه موقف يعمل فيه راجل يفضل يتندم العمر كله. يعني انت وانت كده عملت نفسك راجل؟ لحظة خرجت فيها عن شعورك، ضيعت مستقبلك كله، ومستقبلك انت بس ومستقبل ولادك كلهم، كل مستقبلهم ضاع بسبب ايه؟ لحظة انفعال واحدة. ده الدرس من برنامجنا، هو ده الهدف، ان الواحد في لحظة الغضب يمسك لجام نفسه، ما يتهورش التهور اللي يرجع يندم عليه. انت وانت بترش الطنر عليه ما فكرتش؟
انت وانت بتولع الكبريت فيها ما فكرتش ولادك اللي صورهم على الحيطان ما فكرتش فيهم؟ كان كل همك تثبت لها ان انت راجل لما قلت لك اخص عليك راجل من دون الرجاله. انت فاكر نفسك راجل؟ انت كده دلوقتي اثبتت ان انت راجل؟ اللي انت عملته ده اثبت ان انت اصلا متهور عيل صغير غير مدرك لتصرفاته، وفضلت مستني جنبيها حتى ما سددتلهاش المستشفى تنقذها. انت قلبك قاسي، حدش يعمل كده في بني ادم حتى لو مش زوجتك يا اخي، وحتى لو مش مخلف منها، ما حدش بيعذب حد كده. لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.